يعني فاعلية تتعلق بالأقماح سواء إنتاجا أو استهلاكا أو فيما يتعلق بسياسات الأقماح على مستوى الدولة المصرية. فأن يكون هناك هذا العدد من الخبراء وهذا العدد من أساتذة الزراعة وأساتذة الإنتاج في الحاصلات الزراعية هو الحقيقة يعني إضافة كبيرة لهذا المنتدى على مدار يومين. النهاردة الصبح في الجلسة الافتتاحية تحدثنا عن أهمية سلعة القمح كسلعة استراتيجية، والحقيقة تحدثنا عن أهمية هذه السلعة بالنسبة للمواطن المصري سواء في الإنتاج أو فيما يتعلق بالاستهلاك، وما تقوم به الحكومة في دعم المواطن فيما يتعلق بهذه السلعة الاستراتيجية اللي هي بتأتي على أولويات الحكومة فيما يتعلق بتوفير السلع الغذائية للمواطن المصري. في الورشة القادمة هيكون هناك حديث عن كيفية تعظيم الإنتاج، هيكون هناك إضاءة لأهم المستجدات التي تحدث على الساحة العالمية فيما يتعلق إنتاج الحبوب، وإيه التحديات اللي بتواجه العالم خصوصا بعد اضطرابات سلاسل الإمداد خلال الفترة الماضية وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد، وما تقوم به الدولة المصرية لتأمين الأمن الغذائي وتأمين احتياجات البلاد من هذه السلع الاستراتيجية.